والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا سوداني روي أصحوا أصحوا قوموا فوق أصحوا يا ناس أي شعار بيرفعوا الأحزاب الإلحادية والشيوعية والجمهورية والأحزاب السياسية دي شعارات نفاقية كاذبة حرية سلام وعدالة والله كله كذب الحرية لنا ولسوانا كذب الديمقراطية كذب أي شعار بيرفعوا الناس الكذابين هم أول ناس بيناقضوا بالمناسبة الدين والقرآن والسنة فيها رفعة البشر وفيها الرقي وفيها الحضارة وفيها التقدم وفيها الإصلاح وفيها النور وفيها الهداية وفيها الخروج من المشاكل ومن الفتن ومن الغلاء ومن البلاء ومن الوباء إذا رجع الناس إلى رب العباد ودي وصايا المرأة زمان قبلتها لأنها كانوا بيدفنوا حية قالوا لا خلاص إحنا ما حنزل حية لكن ممكن نعمل حياة تانية فجبت الحياة الأقل من الدفن بالله يا اخوانا شوفوا الكلام ده يا اخوانا كلام يقال في حق الله سبحانه وتعالى وفي شريعة ربنا سبحانه وتعالى شريعة ربنا اللي انصفت النساء وشريعة رب العالمين الادت النساء حقوق كاملات وهم دارين الليلة يستبيحوا النساء وتبقى المرأة امرها في يدها ليه هم ليه دارين كده امرها يكون في يدها عشان تبقى العوبة في يدهم هم والرجال قال يدرس دلق الرأي وقال لو الحكومة شالت المنهج بتاعي انا بمشي والحكومة الجديدة وافقت على كلامهم قالت لنا وقفوا أنا بمشي غور غور الله لا عدا قال ولا ما قال وديل هنا كذبوا على الناس في القيادة الكلام ده بيحتسب القيادة قالوا ما من أن جدتنا أصلا الدين وجه الشيطان ما ينزع الدين من الشعب السوداني ديل كذابين ولا ما كذابين لو جاء الشيطان ده طلع في شكل زوجي ده ما بيقدر يشيل الإسلام ده من الشعب السوداني لأنه دي عقيدة الشعب السوداني الغالبة عشان كده قضية ده قضية الدين والدولة دي بيحسب الشعب السوداني لما يصوت له لبرلمان منتخب بعد الفترة الانتقالية وكذبوا على الناس ونحن الوقت داك عملنا محاضرة في القاعة اسمها كشف حقيقة الحرية والتغيير وفي ناس صدقونا وفي ناس كذبونا والليلة الحمد لله أي زول صدقنا كلامنا القبيل قلناه وما غيرناه ولا غيرناه الحمد لله نحن الوحيدين اللي ما غيرناه لأنه إحنا ما سياسيين ولا طمعانين في كرسي سلطة يا إخواننا نحن دارين الناس زال يمشوا مع ربنا تمام وأي زول بيهبش الدين نحن بإذن الله بننجمه بننجمه ما في كلام تمام فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير سجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم القرآن المكي أفضل من القرآن المدني وأحسن من حداك إنت ومحمود محمد طه كلكم أتحداكم أدوني آية واحدة من القرآن المكي بتقول إنه القرآن المكي أفضل من المدني والآية اللي نزلت في المدينة فلح لأنها بالصبر حق الحياة وبالصبر حق الحرية وكلامه اللي قاله ده كفر بالله ما فيه نقاش الصبر حق الحياة منه يعني ربنا ما الآية المدنية دي كلام الله يعني ربنا صادر حق الحياة هو الحياة جابه منه أصلا شكده والله الأحزاب دي غير ما ضرتكم ولجنت البلد العيشة بقت ب 15 جنيه يعني كم ضعف 15 ضعف الدولار ب 317 جنيه الريال ب 83 جنيه كيلو السكر فوق ال 200 جنيه السبب الملقطين دي نشروا الإلحاد وحاربوا رب العالمين لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب قالت زينب رضي الله عنها أنا أهلك يا رسول الله كلنا وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث لكن يا أخواننا نازل ضاقت نفوسهم بالحدود الشرعية وبالجهاد في سبيل الله والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنبه دل العاملين فيها قدامنا مسلمين وبورا بتربصوا مع ناس برا البلاد الإسلامية من الكفرة وديل أعداء الدين نعرف ديل أعداء الدين الإسلامي وما تظن إنه الكلام ده هين الكلام ده والله دق جوه
لكن انتم ما جايبين خبر. كلام ده دقي دق جوا هناك دقي. والمؤتمر العمله ده ذاته عشان يحاربوا الحق الماشي ده. والحق ما بيحارب لانه الحق ده حق ربنا. والباطل والكفر اللي بيجيبوا العلمانيين والملاحده والجمهوريين والشيوعيين ده حق الشيطان وده الباطل. وربنا قال فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هي تقول لي نسكت؟ والله ما نسكت. وانت لسه ما شفت حاجه. هنا ماشيين برسودان في ندوه ميدان كبير وماشيين دنقله في ندوه ميدان كبير والجنينة ميدان كبير وفي مبدا ميدان الراشدين ميدان كبير صدقناه وده التصديق موجود ماشيين ندوه هناك. نينا يا دوب بدينا يا اخوانا يا دوب بنسخن هنا يا دوب بجكه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين.